هذا الاكتشاف مثل ما رأينا يعد الثامن منذ بداية هذا العام. كيف تقيمون توالي إعلانات سوناتراك وما هي الرسائل التي يمكن استخلاصها من هذه الإعلانات؟ جيد. شوفي، أولا في اعتقادي الخاص أنه هذه الاكتشافات التي أعلنت عليها سوناتراك عندها بعد استراتيجي أكثر من بعد يعني دعنا نقول كمي أو تجاري. لماذا؟ أولا من حيث المنطقة، لأنها في منطقة الجنوب الغربي، وبالتالي فلم يسبق لشركة سوناتراك أنها اكتشفت في هذه المنطقة بنفس تلك الكميات، وذكرت تقرير بأنه تقريب منذ 28 سنة لا توجد اكتشافات في هذه المنطقة، وبالتالي فهناك بعد استراتيجي يعطي أهمية للجزائر في المحور الدولي بأن لديها بترول وحتى غاز منتشر عبر يعني كل الجزائر وليس فقط مقتصر على الجهة الشرقية، وهذا مؤشر إلى الجهات أو إلى الشركات الكبرى التي يعني تريد الاستثمار في المجال البترولي، على لأنها تراقب كل ما هو معلن من اكتشافات وإنتاج وبترول. البعد الثاني هو في اعتقادي هو التقنيات المستخدمة في الاستكشاف، لأنه في خلال 28 سنة من المفروض أن تطورت التقنيات جيد، من المفروض أن تكون هناك محاولات، وهذه المحاولات ممكن أنها كانت تستخدم فيها تقنيات استكشاف دعنا نقول عادية، ولكن رفع أو التطور التكنولوجي في الاستكشاف، يعني هناك استكشاف يعني زلزالي وهناك استكشاف عن طريق الساتليت، ولكن أعتقد أنه مؤخرا تقريبا 4 أو 5 سنوات الأخيرة يعني تحسنت كثيرا تكنولوجيا استكشاف البترول والغاز، وبالتالي فمن الممكن جدا أنه شركة سوناتراك تكون قد استفادت من الشراكة من خاصة يعني شركة إيني أو حتى توتال، يعني ويعني جلبت بعض تبادل الخبرات ربما، استفادت من التحول التكنولوجي الذي مكنها من وجود أو إيجاد بترول وغاز في منطقة لم يسبق لها أن تم يعني وجود البترول والغاز فيها منذ تقريب 28 سنة. حاليا كيف يعني سيكون لهذا الإعلان أثر على الأسواق الدولية؟ ندرك جيدا بأنه هناك ما يعرف حاليا بالشفافية ويعني الإفصاح فيما يخص النتائج التي تتوصل إليها الشركات، والإفصاح حاليا يلعب دور قوي فيما يعرف بالبزنس الدولي، وبالتالي فعندما تفصح شركة على أنها وجدت استكشافات بترولية بغض النظر على الكمية، وبالتالي تعطي مؤشرات للشركات الكبرى على غرار بي بي وإكسون موبايل التي تنشط حاليا، خاصة إكسون موبايل تبحث حاليا على فرص كبيرة للاستثمار، وبالتالي فيها تعطي مؤشرات لهذه الشركات بأن لديها قدرات دعنا نقول احتياطية، وبالتالي يمكن لهذه الشركات أن تأتي إلى الجزائر لتستثمر في استخراج البترول والغاز. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، تطمئن يعني الشريك التجاري وهو ممكن أن يكون دول أوروبية بأن الجزائر لديها قدرات في مجال البترول والغاز، علما أنه الغاز والبترول من حيث دعنا نقول التركيبة الهيدرو يعني الكيميائية أو راح لي يعني الترم تقريبا هما في نفس التركيبة، واحد في شكله السائل والآخر في شكله الغازي، وهما يعني مادتين هيدروكربونيتين يؤديان ينتجان نفس الطاقة، وبالتالي لذلك نجد فقط ما يعرف بالجي بي ال يعني الغاز بترول ليكيفي يعني أو ما يعرف بالغاز المصاحب الذي يوجد ضمن البترول، ويمكن أيضا تسييل الغاز، وبالتالي فمن ناحية الهيدروكربونية هذا والترم كلاهما قد لديهما نفس التركيبة، وبالتالي فمن يبحث عن الغاز ممكن أن يجده في أماكن وجود البترول، ومن يبحث عن البترول يمكن أن يجده في وجود الغاز. وصلت الفكرة سيد عين.